كان بشر الحافي عابدا زاهدا، كان مشهورا بين الناس بعبادته وزهده، وكان له 3 أخوات صالحات وعابدات وزاهدات، وكنا أكثر عبادة منه، كنا يقمن الليل كله ويصمن النهار وورعات ويخفن من الله أشد الخيفة. وكانت إحدى هذه الأخوات تغزل، فلديهن سراج في البيت، فتقوم بصنع الغزل وتبيعه. فمرة من المرات انطفأ السراج، فخرجت إلى الخارج، كان هناك ضوء في ضوء القمر ساطع، فغزلت على ضوء القمر، ثم انتابها حزن شديد، فذهبت في صباح اليوم الآخر إلى أحد المشايخ، إلى أحد العلماء، فقالت له: إني البارحة قد انطفأ سراج بيتنا، وإني أحيك الثوب، أنا أخيط الثوب وانطفأ السراج، ثم خرجت إلى حافة المنزل لأكمل الخياطة على ضوء القمر، فهل علي إثم إذا بعته بنفسي ثمن الذي أحيكه على ضوء السراج؟ هل أبيعهما الاثنان، الذي حكته على ضوء السراج والذي حكته على ضوء القمر، هل أجعله بنفس الثمن أم أني أميز بينهما؟ فنظر إليها واستغرب من ورعها: لهذه الدرجة أنت ورعة؟ فقال: نعم، إذا كان هناك اختلاف في الجودة، إذا كان هذا حكته بطريقة أجود وكان أفضل، فميزي بينهما بالثمن وجعلي هذا أغلى أو هذا أرخص من هذا، أما إن لم يكن بينهما فرق في الغزل فليس عليك شيء. فخرجت أخت بشر الحافي والشيخ مستغرب جدا من حرصها وزهدها. وكثير من النساء لا تحرص أبدا، لا على الزهد ولا على العبادة ولا على الخوف من الله، المهم أن تشتري هذا، المهم أن تبيع، المهم أن تعمل، ولا تبالي هل حرام هذا أم حلال. ولنا في سلفنا الصالح قدوة وأسوة حسنة، فنسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين.